انت كنت موفق في حياتك الزوجية يا استاذ احمد؟ فندم كنت موفق في حياتك الزوجية؟ مش شرط ان انا يعني افهم في حاجة اكون انا وفقت فيها. انا كنت موفق في حياتي الزوجية لكن طلقت، وطبعا كانت حادثة، يعني حادثة ابني مع صديقه، وما بحبش اذكر الذكرى دي انها أليمة شوية. خلاص ما نذكرهاش. بس لا يعني مش هذكرها كلها، بس بقول ان الحادثة دي نفسها كانت يعني ما بحبش اذكرها لاني بتألم، لكن دي ادت الى اننا تبادلنا القاء اللوم على الاخر، كل واحد يلقي اللوم على التاني، انت ابوه، انت اللي ربيته، انت اللي رقيب عليه، انا بشتغل بره. فاحتدينا وزال الاحترام، وما تزال الاحترام زالت الحياة.